المتحدث السيد الدكتور ناصر أيوب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت إي بي دي. تفضل يا دكتور ناصر. مساء الخير على الحضرة. هنبدأ بموضوع الجرين سبلاي تشين. في الحقيقة الجرين سبلاي تشين مرتبطة بأكتر من ترم أو تعريف. فالأول يعني أنا هبدأ الأول بتعريفات مرتبطة بالجرين سبلاي تشين، جرين إيكونومي، السيركولر إيكونومي، إيه العمليات التطابق ما بينهم. بعد كده هتكلم عن الجهود بتاعت الجرين سبلاي تشين في مصر. وفي الحقيقة يعني مفيش كلام كتير عن موضوع الجرين سبلاي تشين في مصر، لكن يمكن التركيز كله أو في معظمه في الريسيرش يونيفرسيتيز، لكن على مستوى الشركات، الشركة شغالة أكتر على مستوى الأوبريشنز، شغالة في المنطقة بتاعت التشغيل، مركز أكتر على تحسين عملية الإنتاج، تحسين الإنرجي كونسومشن، تحسين استخدام رينيوبل إنرجيز وهكذا. لكن باقي السبلاي تشين مش واضح قوي. يمكن شركة نستلي احنا برضو هنجو ثرو الفيجن بتاعتها بتاعت 2050 هنتكلم فيها. كمان عندنا وولمارت، طبعا سلسلة السوبر ماركت الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، عملت جرين سبلاي تشين، بدأت في 2006 لغاية دلوقتي شغالة. طب هم طبقوها ازاي؟ ايه الخطوات اللي هم بدأوا واشتغلوا عليها؟ بعد كده شوية الخطوات اللي احنا كشركات وكمؤسسات مطلوب مننا ان احنا ناخدها علشان نعمل سبلاي تشين، وبعدين بعض الانيشيتيف للجرين سبلاي تشين في العالم. ولو في وقت برضو عندنا ساكسس ستوري لشركة أبل، برضو من ضمن الشركات اللي ليها باع طويل جدا في موضوع الجرين سبلاي تشين. فأول حاجة في التعريفات بتاعتنا انه الجرين سبلاي تشين في الحقيقة هي مش الشركة، هي الشركة والستيك هولدرز، هي الشركة والناس اللي بتتعامل مع الشركات. لو بنتكلم في قطاع البنوك، الاميشنز بتاعت البنك 1% والسبلاي تشين بتاعته 99%. لو بنتكلم في قطاعات الانتاج العادية ممكن توصل لغاية 79%، 21% الاوبريشنز و 79% السبلاي تشين. فمش هنقدر يبقى عندنا جرين سبلاي تشين الا لو اشتغلنا على الستيك هولدرز، الا لو كان عندي تأثير على الناس اللي هتشتغل معايا في العمليات التخفيض دي. يعني مثلا هنا الساينس بيست تارجت لسه مطلعين ده الريبورت دون في مارس اللي فات، بيقول اللي هو engaging supply chains on the decarbonization journey a guide to development and achieving scope 3 suppliers toolkit. انا لازم انجيج السبلايرز، لازم الناس اللي موجوده معايا تشتغل وتبقى عارفه هي هتعمل ايه. يمكن البانل اللي كانت قبل كده يمكن كان المشترك ما بينهم اللي هي lack of awareness. انت بتبقى شغال وبتعمل الهوم ورك بتاعك، بتحاول بقدر الامكان ان انت تجرين السبلاي تشين، لكن في الاخر الناس اللي انت شغال معاهم يعني مش شغالين في الموضوع. فاحنا قلنا انه السكوب 3 اللي هو خارج الشركة بتاعتك تقريبا زي ما الساينس بيست تارجت قالت تقريبا بيشكل حوالي 11.4 مرة قد السبلاي تشين بتاعت الأوبريشنز. فأنت لو أنت بتنتج واحد ففي 11.4 في السبلاي تشين بتاعتك اللي أنت المفروض تتكلم عليه. طب إيه هي السبلاي تشين؟ إيه هي الجرين سبلاي تشين؟ يعني إزاي أعرف إن السبلاي تشين بتاعتي جرين؟ شركات كتير بتقول ان احنا جرين. طب جرين ازاي؟ انها بتنتجريت السستينابل براكتسز في كل الاوبريشنز بتاعتها. طب ازاي الكلام ده؟ يعني لو دي جرين سبلاي تشين فهنبدا الاول ب ريديوسنج السي او 2.
low carbon emissions، ودي معظم الشركات بتتكلم عليه. انا خفضت استهلاك الطاقه، اذا انا الاميشنز بتاعتي نزلت. انا غيرت الفرن وبقت الاميشنز او الاستهلاكات او السي او 2 اللي بتطلع في عمليات الحرق اقل. شركات الاسمنت احنا عملنا الجرين سيمنت وبقى عندنا الجرين سيمنت ده الاميشنز بتاعته اقل بير طن. فده كله بنتكلم في الاوبريشن، ما زلنا لسه بنتكلم داخل حدود الشركه. جرين ترانسبورتيشن ده السبلاي تشين، كل اللوجيستكس المرتبطه بالشركه بتاعتك برضو لازم تكون جرين، سواء كانت بقى انك تقلل عمليات الترانسبورتيشن للنقل عندك من الشركه، تجيب الريسورسز بتاعتك من مكان قريب، او ان انت تستخدم تراكس مثلا كبيره بحيث ان انت تقلل الاميشنز بير الطن. ايا كانت الطريقه اللي انت هتستخدمها ده بيدخل تحت الجرين سبلاي تشين. بعد كده كاتنج ويست، يبقى دي برضو زي ما قلنا بنتكلم عليها على مستوى الشركه، لكن هل احنا بنقاط الويست او بن ابروتش السبلايرز اللي عندنا علشان يقللوا الويست في الاوبريشنز بتاعتهم ولا لا، عندي كنترول عليهم ولا ما عنديش. كمان عندي الجرين ماتيريالز والجرين تكنولوجيز، عندنا كمان الرينيوبل انرجيز. يبقى انا علشان اقول ان انا عندي جرين سبلاي تشين انا محتاج اتكلم على كل الايه الفاريابلز دي وكتير تاني غيرها، يعني ده بعض الايه الحاجات. طب احنا بنتكلم جرين سبلاي تشين مانجمنت، لكن عندنا كمان بنسمع عن الجرين ايكونومي. طب ايه هو الجرين ايكونومي فيرسس الجرين سبلاي تشين، هل هم حاجه واحده ولا لا؟ احنا قلنا السبلاي تشين هي بتتكلم على ان هي تقاط الويست. الجرين السيركولر ايكونومي بيعمل ايه؟ سيركولر ايكونومي هو بيحاول يعيد تدوير المواد مره واثنين وثلاثه، فبيقلل الايه الاميشن. اذا بينقل من اللينير ايكونومي اني بستخدم المنتج او الماتيريال مره واحده وبعدين بتخلص منها، الى ان انا اعيد استخدام الماتيريالز مره واثنين وثلاثه. اذا الاثنين السيركولر ايكونومي بيقلل اللو بيقلل الكربون انبعاثات الكربونيه، بيديني سستينابل ماتيريال او جرين ماتيريال لان انا بعمل عمليات ريسايكلينج، بيكات الويست. اذا السيركولر ايكونومي والجرين سبلاي تشين يعني ايه؟ ايد واحده زي ما هو، او حاجه واحده. السيركولر ايكونومي هو جزء من الجرين سبلاي تشين، تمام؟ ده السيركولر ايكونومي. طب بنتكلم كمان على الجرين ايكونومي. طب الجرين ايكونومي ايه علاقته برضو بالسبلاي تشين؟ الجرين ايكونومي بيتكلم على الويست مانجمنت، بيتكلم على الايكو توريزم، سستينابل اجريكلتشر اللي هي الانفيرومنتال امباكت وتقليل الانفيرومنتال امباكت، جرين تكنولوجي والرينيوبل انرجيز. فلو دي التعريفات بتاعه اليو ان دي بي للجرين ايكونومي، اول حاجه الترانسبورتيشن، جرين ترانسبورتيشن، جرين بيلدينجز، سستينابل اجريكلتشر، ويست مانجمنت، كلين تكنولوجيز، ووتر سيرفيسز. كل ده مرتبط بايه؟ كل ده سبلاي تشين، كل ده رابط مع السبلاي تشين، لو سي او 2 والحاجات اللي احنا ناقشناها. اجين برضو الجرين ايكونومي والجرين سبلاي تشين. اذا الجرين سبلاي تشين لو انا بفكر في الجرين سبلاي تشين فانا بحقق الاهداف بتاعه السيركولر ايكونومي وبحقق الاهداف بتاعه الجرين ايكونومي. طيب مصر بقى الايه، مصر اشتغلت على ايه في موضوع الجرين سبلاي تشين؟ في الحقيقه طبعا يعني الفيجن بتاعه مصر 2030 بتقول ريكوجنايز ذا امبورتنس اوف ا جرين سبلاي تشين ان اتشيفينج ذا فيجن. يعني مصر في الفيجن 2030 فيجن قالت الشركات المفروض ان هي تطبق الجرين سبلاي تشينز علشان توصل ل نوصل للفيجن بتاعتنا او نحقق التارجتس بتاعه 2030. الشركات زي ما قلت في الاول ما فيش كومبليت سبلاي تشين استراتيجيز
منشورة، يمكن لو في حد من حضراتكم يعني عنده شغل على الهول سبلاي تشين يعني ياريت نقدر نشيره مع بعض في نهاية المحاضرة. لكن الـ Egypt Vision 2030 كانت بتبروموت السستينابل سورسينج، ان احنا نجيب سورسز من جرين ماتيريالز، الايكو ليبلينج. في الحقيقه اليومين دول في وزاره الماليه كانت لسه عامله مؤتمر مع اليو اس ايد علشان موضوع الجرين بابليك بروكيورمنت، ان هم يعملوا جرين ليبلز او ايكو ليبلز علشان الحكومه لما تيجي تطلب التوريد تطلبه من خلال الايكو ليبلز. فده كان لسه تمهيد، وكان عندهم اجتماع مع وزير الماليه، الكلام ده كان يوم 22/6 اللي فات. الانرجي سورسز، الادابشن اوف ايكو فريندلي ترانسبورتيشن، السيركولار ايكونومي زي ما اتكلمنا. طيب ايه اللي الناس اتكلمت في مصر على جرين سبلاي تشين؟ الجامعه البريطانيه، الهيئه العربيه، عندنا كمان في الحقيقه انا اشتغلت الدكتوراه بتاعتي في سستينابل سبلاي تشين، ا مالتي ليفل ديسيشن ميكنج استراتيجي فور سستينابل بايو انرجي سبلاي تشين. الكلام ده كان في 2007. الجرين سبلاي تشين او السستينابل سبلاي تشين بتوري الايه الشكل اللي عندنا دون. هو احنا عندنا مجموعه كبيره من الريسورسز بنسورس اوت من بره، وعندنا مجموعه كبيره من البروسيسز اللي احنا بنشتغل عليها علشان نطلع مجموعه من الايه البرودكت. اذا كل السبلاي تشينز بتاعت الشركات بتاعتنا، برضو يمكن الاستاذه مهيره كانت بتقول احنا محتاجين الشركات كلها تيجي مع بعض، لان هي كده السبلاي تشين هي مش تشين ولكن نتورك، هي نتورك من البيزنس مع بعض. نيجي على نستلي. نستلي دلوقتي عندهم الخطه بتاعت الديكربونايزيشن، انهم يوصلوا نت زيرو 2050، والاستراتيجي محدده. الاول بداوا عمليات الحسابات من 2018 ل 2021، وبعدين حطوا المايلستونز وشغالين عليها لغايه ما 2021. طب هل هو حط الفيجن ووقف على كده؟ لا، هو حط الفيجن وبعدين بدا يحدد. طب انا الانترفينشن الانترفينشن بتاعي فين؟ حدد 8 ارياز لعمليه الانترفينشن بتاعته. الانترفينشن على مستوى الديزاين بتاع البرودكت، انترفينشن على مستوى الترانسبورتيشن، انترفينشن على مستوى الاجريكلتشر. فحط عمل عمليات الانترفينشن بتاعته على اكتر من مستوى، وبعدين مع كل واحد من الايتيمز اللي حطاها دي او البارامترز اللي حطاها دي، راح حاطط كمان تارجتس لعمليات الريدكشن، بحيث انه في 2050 يبقى عارف بالظبط كل سنه يقدر يشوف هل هو وصل للتارجت دون او ما وصلش. نيجي للحاله الكامله في الحقيقه، او الحاله الكامله المنشوره لسلسله وولمارت. سلسله وولمارت يمكن هي من اكبر السلاسل التجاريه في امريكا، وعندها يعني سلسلتين اساسيتين، سام كلوب وولمارت. جم في 2006 بداوا قالوا احنا عاوزين نعمل جرين سبلاي تشين. فكان عندهم دي اول حاجه، ان 2006 السستينابيلتي استراتيجي بتاعتهم كان ليها 3 اهداف. اول هدف 100% سستينابل رينيوبل انرجي، استخدم 100% رينيوبل انرجي، كرييت نت زيرو ويست، خلاص زيرو ويست، مش عايز زيرو ويست. بعد كده سستينابل برودكتس، ان المنتجات بتاعته تبقى سستينابل. يبقى هنا علشان احط او اشتغل على سبلاي تشين محتاج احط الايه الاستراتيجي بتاعتي تكون فيري برود. انا هستخدم رينيوبل انرجي، هنا انا ما حددتش انه نوع من الرينيوبل انرجي. ليه؟ لانه على مستوى السلاسل الكبيره والجلوبال كومبانيز والمالتي ناشونال كومبانيز، انا ما اقدرش احط استراتيجي تغطي العالم كله،
محتاج عشان اعمل جرين سبلاي تشين على مستوى الجلوبال، انا محتاج يكون عندي استراتيجي الهاي ليفل اللي هي بتحدد الخطوط الرئيسيه للسيتنج بتاعه السبلاي تشين، وبعدين بعد كده اكاسكيد داون على الايه اللوكاليزيشن بقى، يعني في مصر تبقى ايجيبشنايزيشن، على اليابان تبقى جابانايزيشن. يبقى انا كل مكان انا بحاول اسيت الاستراتيجي بناء على الانبوتس الموجوده عنده. بعد كده الجول بتاعهم الاساسي انه يريديوس الانفيرومنتال امباكت، وايل اهم حاجه انه يكسب الفلوس، يعني ان هو يبقى عنده بروفيتابيليتي، يبقى هيقلل الانفيرومنتال امباكت ويزود البروفيتابيليتي بتاعته. طيب عمل ايه تاني؟ خلاص يبقى هو حدد الثلاث خطوط الرئيسيه رينيوبل انرجي، زيرو ويست، وسستينابل برودكتس. بعد كده هيقسم بقى فرزر. احنا قلنا الاول ثلاث اهداف اساسيه. بعد كده الهدف الاولاني بدا ايه الرينيوبل انرجي، هينفذه ازاي؟ حط أربعة alternatives. alternative fuels إنه يستخدم renewable energies، إنه هو يقلل الenergy design، والناس اللي شغالة على عمليات تقليل الenergy consumption. عاوز يوصل للzero waste، فبدأ يشتغل في عملية outsourcing ويقلل emissions من operations بتاعته، ويشجع circular economy، يقلل عمليات packaging. فده من ضمن الخطط اللي هو حطها. بالنسبه بقى للسستينابل برودكتس، طبعا وولمارت بيبيع كل حاجه، فحط استراتيجي لكل نوع من انواع التكستايلز او كل انواع المنتجات اللي هو بيبيعها. فكان عنده تقريبا 14 اكشن ايتمز بيشتغل عليه. يبقى انا كشركه محتاج احدد ايه الايمز اللي هشتغل عليها، هقلل في ايه، هشتغل ايه، السبلاي تشين بتاعتي بتامباكت ازاي، وبعدين ابدا اكاسكيد داون ل هقلل ايه الارياز اللي انا هقدر اخد اكشن فيها علشان يبقى عندي اعمل كويك وينز، اقلل بسرعه، اقول ان انا فعلا بدات في موضوع الجرين سبلاي تشين. خصوصا ان احنا زي ما قلنا احنا في مصر ما حدش شغال على مستوى السبلاي تشين غير عدد قليل، ولو حد شغال فهو مش منشور الكلام ده، مش منشور. طيب عمل ايه تاني؟ خلاص قسم الاكشنز ل 14 ايتم، راح محدد ليدرز للكلام ده، بقى عنده عمل زي ستراكشر، نتورك ستراكشر او ليدرشيب ستراكشر. من اول حاجه سبلاير ثوت ليدر، السبلاير واحد ليدر كده قاعد وشغلته انه يحل المشكله بتاعه الجرين سبلاي تشين مع السبلايرز بس. بعد كده الان جي او ثوت ليدر، يبقى الراجل هيشتغل على ازاي يعمل بارتنرشيبس مع الان جي اوز علشان يقلل الميشن بتاعته او ياتشيف النت زيرو. عمل كمان الجوفرنمنت اورجانيزيشن ليدر، هيشتغل حد هيشتغل مع الجوفرنمنت، لانه كل واحد من دول، كل واحد من التقسيمه اللي هو قسمها دي ليه طريقه مختلفه في الاكسس، له طريقة مختلفة في عملية الانجيجمنت، له طريقة مختلفة في الموتيفيشن، يعني الموتيفيشن بتاع الـ NGO غير الموتيفيشن بتاع الـ government. بعد كده عمل الأكاديميك طبعاً لأنه هم بيشتغل الريسيرش، فبدأ يعمل partnerships، يعني الدراسة المنشورة دي من جامعة ستانفورد. جامعة ستانفورد هي اللي كانت بتليد الموضوع بتاع الجرين سبلاي تشين بتاعة وولمارت. يبقى عمل كده أكاديمية، يبقى أنا محتاج إن أنا عندي أكتر من ستيك هولدر يبقى موجود. بعد كده حط بقى الليدرز بتوع التو مين تشينز بتاعته، الوولمارت والسامز كلاب. فكده عمل النتورك بتاعته اللي هو هيقدر من خلالها يحط الإيه يطبق الـ 14 أكشن آيتمز اللي هو عرفهم قبل كده. بدأ بتعرفهم من مجموعة من الخبراء، وبعدين حط ناس علشان تطبق الإيه تطبق الكلام ده. في 2007 بدأ يستخدم ليس باكجينج، 2008 تمام بدأ يسورس ماتيريال مور افيشنتلي. بدأ بقى يضغط على الناس اللي طبعا يعني اتمنى حضراتكم تقروا الكيس ستادي دي لو حد هيحابب يطبقها، هي والكيس ستادي بتاعت ابل
لان هي يعني فيها تفاصيل كتير طبعا صعب ان احنا نقولها في نص ساعة او في ساعة حتى، لكن هو بيشرح الميكانيزم اللي هو كان بيعمل موتيفيشن ازاي قلل عملية الباكجينج، ازاي كان بيضغط او ازاي بيشتغل مع السبلايرز بتوعه على انهم يعملوا سبلاير لمور افيشنت ماتيريالز. اشتغل على الماتيريال باكجينج طبعا والغاء الاكياس اللي هي بتستخدم في عمليه نقل الجروسري والكلام ده، وبيبيع الجرين ماتيريالز وغيره. فبدا يحط استراتيجيز كتيره جدا علشان يشتغل ده. الكلام ده على السبلاي تشين. على مستوى الباكجينج بدا يجمع الويست اللي عنده ويحطه في كيوب اللي هي الكيوب يوتيلايزيشن. بدا يجمع الويست يضغطه وبعدين يصدره. بدا يشتغل على الريسايكلينج كونتنت. لما يجي يشتري يشوف الماتيريالز اللي فيها ريسايكلد كونتنت كبيره ويشتريها. علشان ايه؟ علشان السيركولر ايكونومي. يبقى انا هنا في الحاله دي مش بس بجرين السبلاي تشين، لا ده انا كمان بزود السيركولاريتي بتاعه الايه السبلاي تشين بتاعتي. طبعا بدا لما يجي يشتري الماتيريال بدا يختار بناء على السي او 2 اميشنز بتاعه الانتاج، اللي هو في حالتنا مثلا الشركه عندنا الاي بي دي، ان هو بيطلع السي او 2 لكل طن في خلال دوره حياه المنتج. فبدا يقدر يقارن ما بين المنتجات بناء على السي او 2 اميشنز. طبعا الكميه الريكفري اقدر ريكفر قد ايه في نهايه حياه المنتج، لان احنا في فرق ما بين الريسايكلينج وما بين الريكفري. الريسايكلينج ان انا اقدر اعمل له عمليه تدوير اكتر من مره، انما الريكفري بقى في نهايه حياته هقدر اخد منه قد ايه ما ينزلش تحت الارض ويدخل في اللاندفيل ويسبب عندي مشاكل بيئيه. بدأ يعمل عملية سيرتيفيكيشن للمنتجات بتاعته. وولمارت عنده تقريباً 750 مليون سي فود، يعني ب 750 مليون دولار سي فود برودكتس. فبدأ يطلب من السبلايرز بتوعه إنهم يعملوا سيرتيفيكيشن للسي فود، بحيث إن هو يشتري منهم. مش هيشتري إلا من السيرتيفايد سبلايرز. كمان بدأ يكمت انه المنتجات بتاعته اللي هو بينتجها تكون مور سستينابل. بدأ يشوف منتج انفيرومنتال فريندلي ياخده. طب انفيرومنتال فريندلي ازاي؟ اللي هو عملية الايكو ايه؟ الايكو ليبولينج. يبقى لو منتج سيرتيفايد من جهة تبع زي السي فود اوكي، لا لو مش موجودة اذا هو بيدور على جهة تانية واخدة او منتج تاني واخد الايكو ليبل ويدور على الالترناتيف بتاعته. بدأ يعمل، وده المهم اللي هي النتورك انجيجمنت، يبدأ بقى السبلاير بتوعه يعمل لهم الاورنس. وده يمكن احد الحاجات اللي بالنسبة لنا في مصر صعبة شوية، ان انا انجيج السبلايرز بتوعي في عمليه التريننج واقنعه ان هو يشتغل على الجريننج السبلاي تشين بتاعته. ده في الحقيقه يعني ايه بيحتاج جهد كبير، لكن لو انا حطيت قيد ان انا مش هشتري الا لما تحضر، مش هشتري الا لما يكون عندك اكشنز، البيزنس هو اللي بيتكلم. يعني البيزنس في الاخر احنا دلوقتي موجودين عشان الجرين ايكونومي وعلى اللو كاربون اميشنز، لكن لو ما فيش ضغط علينا كلنا ان احنا نخفض الكربون، سواء كان كدوله سواء كان كمؤسسات عاوزه تبيع بخارج تبيع بالخارج او تصدر، ما كناش هنفكر في الموضوع ده غير يعني بعض الشركات اللي شغاله زي دلوقتي. تمام. فانا محتاج عشان انجيج الستيك هولدرز انه يكون ليا عليهم كنترول، يبقى لازم اديهم النوليدج، لازم اشرح له، لازم افهمه. بعد كده عمل بدأ يديهم incentives. انت لو جيت حضرت دي انا هزود عملية الشراء منك بنسبة قد كذا. بدأ يعمل relationship ما بين ال NGOs
والسبلايرز بتوعه، السبلاير بتاعه مش قادر يجرين البرودكشن بتاعه، فبدا يعمل بارتنرشيب ما بينه وما بين الان جي اوز. مثلا ان جي او شغاله في عمليه الويست مانجمنت، وهو عنده سبلاير مش ما معهوش فلوس يمانج الويست، فيوصلهم ببعض بحيث ان كل واحد فيهم ايه يشتغل، ده ياخد منه الويست والتاني يقلل الويست بتاعته. فده الكلام اللي المفروض الشركات بتبدأ تشتغل عليه. encouraging supplier طبعا to get their license اللي انا اتكلمت عليها. يبقى دول الاستراتيجيز اللي خدها وولمارت علشان في الحقيقة more or less أبل عملت نفس الكلام، يعني حتى raising الأورنس للسبلايرز ده يعني إيه أساسي. يمكن في مصر دلوقتي شركة مرسيدس بتحاول تعمل الكلام ده للديلرز بتوعها، إنه يدرب الديلرز علشان يقللوا الإيه، يحسبوا الكربون فوت برينت بتاعهم علشان يقدر يكونترول الإيه الموضوع ده. طيب خمس خطوات علشان building supply chain. اول حاجه زي ما قلنا بنحدد الاهداف بتاعتنا، مثلا ان احنا اقلل الانفايرمنتال امباكت، اساتسفاي الكونسيومر ريكويرمنتس، انا عايز ابيع بره فانا عاوز اقلل الكربون فوت برينت، فيبقى لازم الـ زي سي بام مثلا اللي هو الايه الكربون بوردر الكربون بوردر ميكانيزم adjustment mechanism. السي بام بيعمل ايه؟ السي بام بيقول انت مش هتقدر تصدر او هتصدر لو المنتج بتاعك وصل لنسبة قد كذا CO2، طب زدت عنه هتدفع تاكس، طب قلت عنه هتاخد incentives. وده already متطبق في حالة الحديد، يعني صناعات الحديد دلوقتي، لما الصناعات يمكن قلت الكلام ده قبل كده، صناعات الحديد في مصر لان احنا بنستخدم natural gas، فالناتشورال جاز الاميشنز بتاعته قليله، فالسي او 2 بير تون قليل، فلما بنصدر حديد بناخد انسنتيفز، بناخد فلوس لانه الاميشن بتاعتنا اقل من الايه السي بام بوردر. تمام، فده برضو من ضمن يبقى انا بساتسفاي الايه الكاستمر. طبعا بينج بروفيتابل، يعني لازم اكسب، لان انا مش هكسب يبقى مش هشتغل. تمام، يبقى دول الثلاث أهداف الأساسية عندنا. في الحقيقة إحنا يعني عرفنا بعض السيكتورز في اللي موجودة عندنا، يعني الفود والباكيجز مثلاً، ريديوسينج الويست ده أساس، يعني في كل، لو حضرتك هتشوفوا هنا كده كل الويست اللي موجودة أو كل القطاعات محتاجة تقلل الويست، محتاجة تأوبتمايز الترانسبورتيشن. يبقى أنت عندك نقطتين أساسيين لو انت في اي قطاع محتاج تكنترول، تعمل لهم كنترول، تقلل الويست وتوبتمايز عمليه الايه الترانسبورتيشن. طب في حاله الفود، في حاله الفود عندنا الريديوسينج الانفايرمنتال امباكت بتاعه الفيرتيلايزرز اللي موجوده، عمليات الفارمنج. طبعا الفود اندستري عمليات الفارمنج هي الاساس تقريبا 73% من الاميشنز اللي بتطلع من عمليات الايه من عمليات الفارمنج. طبعا الباكجينج، دول الحاجات الأساسية. يبقى لو أنا في الفود سيكتور فأنا عندي دي الحاجات المفروض أبدأ بيها. لو أنا في الكونستراكشن، طبعا الكونستراكشن ويست، الترانسبورتيشن، الكربون فود برنت بتاعة الماتيريالز اللي هي الإمبادد كربونز، لأن احنا دلوقتي احنا بنتكلم على نت زيرو للمباني، معناها أنه أقلل الكربون اللي مستخدم في المباني اللي داخل في المباني، فده برضو من ضمن الاكشن ايتمز المفروض ان انا اشتغل عليها في الكونستراكشن سيكتور. الهيلث سيكتور والاندستريال سيكتور كل واحد فيهم له، الهيلث سيكتور لانه ما فيش اميشنز فبقلل الانرجي بس، يعني ده احد الحاجات اللي انا محتاج اشتغل عليها. البنوك، الحاجات اللي هي ما فيش عندها تاثير. طيب هل البنك لو انا في بنك، هل انا كبنك ابقى انفولفد في موضوع الجرين سبلاي تشين ولا لا؟ انا لاعب اساسي في الجرين سبلاي تشين، لانه انا لو انا ما قدرت ما اديتش الناس الفلوس مش هتشتغل. فانا اقدر فعلا كبنك يعني انتجريت الجرين سبلاي تشين ريكويرمنتس او احط بعض الريكويرمنتس عشان الناس اللي هتاخد مني فلوس
تقدر تبوش في اتجاه الجرين سبلاي تشي. عندنا ست نقط للإمبليمنتيشن استراتيجي، يعني أفضل أن أنا أجو ثرو الستبس اللي احنا هنعملهم. أول حاجة conduct supply chain mapping. يعني إيه supply chain mapping؟ حد يعني عنده أي يعني يقدر يدينا input على supply chain mapping؟ يعني برسم البروسيس بتاعي كله، برسم كل السبلايرز اللي موجودين عندي بتاعه الشركه بتاعتي اللي بتعامل معاهم، سواء كان تير 1 اللي هم الناس اللي انا بشتري منهم، او الناس اللي السبلايرز اوف سبلايرز. يعني انا السبلايرز بتوعي في ناس تانية، السبلايرز تانيين بيدوهم ماتيريالز. المفروض ان انا علشان ارسم النتورك زي اللي انا كنت وريتها في الاول كده، بحط كل الناس اللي شغاله عندي على داخل السبلاي تشين بتاعتي وبرسمها. دي اول خطوه علشان اشتغل على السبلاي تشين. هل عندهم هيلث وسيفتي؟ ازاي الشركات دي بتتعامل مع الويست؟ هل في يمكن المهندس طارق كان بيتكلم على موضوع الليبر رايتس، وانه في ولاد صغيره بتشتغل. الحاجات دي لازم احنا نحطها في الجرين سبلاي تشين او السستينبل سبلاي تشين، عمليات الترانسبورتيشن واللوجيستكس. فده اول خطوه اني ارسم اماب، احدد البروسيس بتاعي والسبلايرز بتوعي والكاستمرز بتوعي من اول ما الماتيريال اللي داخله في عمليه الانتاج عندي بتطلع من تحت الارض لغايه ما بترجع تاني تحت الارض. مين اللي انفولفد في الموضوع ده، علشان في الخطوه اللي بعد كده ان انا ابدا بقى ايه انجيج معاهم، اشوف ايه المناطق اللي هم يقدروا يخفضوا فيها. طبعا الانجيجمنت بيتضمن حاجات كتير، ان احنا نديهم تريننج، ان احنا نتكلم معاهم، ان احنا نديهم انستراكشن، نديهم حدود لعمليه الاميشنز اللي المفروض يطلعوها. كل ده نوع من انواع الانجيجمنت. يبقى انا حددت مين السبلايرز والكاستمرز وعملت عمليه الانجيج. احط الجول، انا عرفت دلوقتي مين هم السبلايرز بتوعي وعرفت الايه اللي بيطلع من عندهم، ابدا ايه اسيت الجول واعمل عمليات الميجرمنت. بعد ما اعمل عمليات الميجرمنت المفروض ان انا خلاص هبدا اشوف الاستخدام بقى التكنولوجي. طبعا يعني احد مشاكل برضو الجرين سبلاي تشين هي البيانات، اللاك اوف ديتا. احنا الناس ما بتجمعش ديتا على الويست اللي بيطلعوا، ما بتجمعش ديتا على الاميشنز، ما بتجمعش ديتا على حاجات كتير جدا. فاحنا هنا محتاجين نستخدم التكنولوجي في تجميع البيانات. فبنعمل الديتا اناليتكس. ليه؟ لان احنا علشان حل سبلاي تشين كامله لشركه مثلا مالتي ناشونال، فانا محتاج اعمل داتا اناليتكس وبيج داتا اناليسز وغيره. فبنستخدم التكنولوجي. واخر خطوه بكولابوريت مع النتورك بتاعتي علشان يعملوا عمليه الايه التخفيض. يعني في جرين سبلاي تشين انيشيتيفز دلوقتي موجوده كتير حوالين العالم، زي المارين ستيوردشيب كونسل، زي الجرين فرايت اسيا، ده في موضوع الترانسبورتيشن، الامازون الجرين كارجو، كل ده برضه ترانسبورتيشن وهكذا. يعني مش عايز اطول في دي. قدامنا قد ايه كده اقدر ادخل في خمسه بس؟ طيب تمام. يعني دي بعض الشركات اللي شغاله في موضوع الجرين سبلاي تشين، بيبسي وغيره. بعد كده الشركات اللي استخدمت اللي هي الانفيرومنتال برودكت ديكلاريشن علشان تحسن الانفيرومنتال برودكت ديكلاريشن، بشكل بسيط هو تحليل لدوره حياه المنتج او الانفيرومنتال امباكت اللي المنتج ده بيطلعها في الانفيرومنت في خلال دوره حياته، فروم كرادل تو جريف.
فبيحدد لي فين الهوت سبوتس أو فين الأماكن التحسين أو أماكن اللي فيها الإميشنز عالية علشان أخفض. فشركات زي بساف وسيمنز وإنترفيس ويو بي أم وسانجوبان طبعا من ضمن الشركات الرائدة في الموضوع دون. يعني إحنا سانجوبان مصر ناشرين لغاية دلوقتي حوالي 10، سانجوبان انترناشنال تقريبا عندهم حوالي 1800 اي بي دي بيستخدموه علشان يخفض الاميشنز على طول السبلاي تشين. يعني كمثال مثلا شركه بتاوت سورس من اكتر من مكان، بنقدر نحسب الحسابات بتاعه الاميشنز. مثلا شركه زي سانمار كانت بتجيب من امريكا ومن تركيا ومن السعوديه، لما قلنا طب وقف الرو ماتيريال اللي بيجي بس من امريكا، خفض تقريبا حوالي 120 كيلو جرام سي او 2 لكل طن. ده مجرد بس ده اناليسيز اتعمل على منتج واحد من او هو المنتج الاساسي يعني للشركه. فده الشركات استخدمته في ان هي تقلل او تجرين السبلاي تشين بتاعتها. انا كده يعني خلصت الجزء الاساسي، و هشير ان شاء الله الباوربوينت دي مع حضراتكم علشان الابل سكسس ستوري، لانها يمكن فيها كمان تفاصيل اكتر ممكن حضراتكم تستخدموها في المستقبل. شكرا جزيلا لحضراتكم، ولو في اي سؤال.